وبتنضم لنا مراسلتنا روزان نصر مراسلة قناة النادي الأهلي، ونتعرف من خلالها على أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. روزان صباح الفل عليكي، انطلقي يا روزان، سيري يا نورمان. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير عليك يا نهواند، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا كالعادة خلينا قبل الأخبار نفكر مشاهدينا بجدول مباريات النهاردة الاثنين 28 سبتمبر. سموحة وحرس الحدود على استاد اسكندرية في الساعة 5 مساء، طلع الجيش والإسماعيلي على استاد جهاز الرياضة العسكري في الساعة 7:30 مساء، الإنتاج الحربي مع وادي دجلة على استاد الأهلي والسلام في الساعة 7:30 مساء، وأخيرا أسوان والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة 10 مساء. معانا أول خبر من جريدة الشروق، جوارديولا بعد السقوط بخماسية أمام ليستر، الأمر صعب على الجميع ولكن سنصحح الأمور. أعرب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن حزنه الشديد بعد السقوط أمام ليستر سيتي 5-2 في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. وقال جوارديولا بعد المباراة معلقا على الهزيمة: الأمر صعب على الجميع ولكن هذا البريمير ليج، حان الوقت الآن لتحليل ما يجب القيام به لتحسين وتجنب ارتكاب نفس الأخطاء. وأضاف أيضا: لا يمكننا الشكوى من عدم الاستعداد أو الغياب لأننا لم نفعل ذلك بعد الفوز على ولفرهامبتون. ومعانا خبر محلي من الموقع اليوم السابع، اتحاد الكرة يجهز دورة ودية بمصر للمنتخب الأولمبي قبل السفر لطوكيو. يدرس مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إقامة دورة ودية للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في التوقفات المقبلة، يتم تنسيق لها حاليا من أجل تجهيز بطل أفريقيا تحت 23 سنة لأولمبياد طوكيو 2021 التي تقام في يوليو المقبل. وكان شوقي غريب سبق وحدد خوض بعض المباريات التي سيخوضها الفترة المقبلة، وطالب مواجهة منتخبات أوروبية قوية مثل إسبانيا إلى جانب مواجهة الأرجنتين والبرازيل بعد تلقي طبعا عروض منهم قبل فترة كورونا، وما زالت هذه العروض مستمرة حتى الآن. ومن الأخبار العربية معانا من جريدة الوطن السعودية، مهند علي يقترب من الدوري السعودي وشرط واحد لإتمام الصفقة. أفادت صحيفة الوطن السعودية أن مهند علي مهاجم الدحيل القطري المعار إلى السيلية هذا الموسم قريب من اللعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي. وكان المهاجم العراقي ارتبط سابقا بعدد من الأندية السعودية أبرزها طبعا الهلال والأهلي، وقد سبق أن أبدى رغبته بارتداء قميص الزعيم معبرا عن حبه الكبير له. وكشفت صحيفة الوطن أنها بدأت بالفعل التفاوض مع اللاعب ومع ضرورة كمان ضم مهاجم آخر. وأخيرا معانا من الأخبار العالمية من جريدة ماركا الإسبانية، فاتي أعيش حلما مع ميسي. أعرب أنسو فاتي مهاجم برشلونة الشاب عن سعادته بالانتصار برباعية نظيفة على فياريال ضمن الجولة الثالثة من الليغا. وقال فاتي الذي سجل هدفين في المباراة خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: أحاول استغلال كل فرصة أحصل عليها بأفضل طريقة ممكنة. وأضاف أيضا: اللعب بجانب ميسي حلم، كان ذلك حلمي منذ كنت طفلا والآن أنا أعيشه. طبعا دي كانت كل أخبارنا النهاردة من موقع جريدة الشروق، عودة للاستوديو مرة ثانية.